تمام معايا يا شباب؟ سامعيني كده يا شباب؟ الو، سامعينك يا دكتور. معلش يا دكتور، بعتذر لكم على التاخير في الدخول مره تانية، بس انا كنت منتظر ان الفيديو يتعمل له كونفرت ويتسجل عندي، عشان اخر مره عملت 2 ميتنج ورا بعض، في الاخر اخر فيديو، يعني اخر فيديو هو بس اللي سجل، الفيديو اللي قبليه اتمسح لان نزل في نفس المكان بتاعه مسحه، فلازم كده كل مره استنى لما الويب سايت يعمل كونفرت الفيديو ويسجله عندي. بعتذر على التأخير معلش. المحاضرة بقى بتاعت النهاردة إن شاء الله اللي هي هنتكلم فيها عن التايمرز. التايمرز حاجة مهمة جدا في الإندستري أو في الصناعة بشكل عام أو في الأوتوميشن. كل الشركات فيها تايمرز اللي بتصنع فيه السين. في تايمرات هاردوير كانت موجودة زي اللي شفناها في كلاسيك كنترول، زي أوندري تايمر وده اشتغلنا بيه في كلاسيك كنترول. لكن في انواع تانية كتيرة موجودة غير الاون ديلي، زي الاوف ديلي تايمر، زي البالس تايمر، وانواع تانية كتيرة. احنا هنا في البي ال سي هنتكلم عن ثلاث انواع، تايمر اسمه اون ديلي تايمر، وتايمر اسمه اوف ديلي، والتايمر الثالث اسمه ريتنتيف تايمر اللي هو تي او ان ار. ثلاث انواع، في نوعين تانيين هناخدهم بس هنشوف هنعملهم ازاي. حاجة اسمها ريتريجر تايمر وحاجة اسمها بالس تايمر. هنشوف الانواع دي ممكن نعملها ازاي. هي مش موجوده في سيمنز 200 لكن موجوده في اصدارات اخرى من البي ال سي، وموجوده كمان في شركات تانية. هنا السيمنز ستيب 7200 موجود فيها 256 تايمر، بدءا من التايمر تي 0 لحد التايمر تي 255. دي التايمرات اللي موجوده عندي. كل تايمر بياخد اسم او رقم معين بيميزه. الارقام دي كلها والتمارين دي مش كلها تشتغل لنفس الانواع، يعني في ارقام معينه تصلح انها تستخدم فقط للاون والاوف ولا تستخدم مع الريتنتيف تايمر، بينما في ارقام ثانيه تشتغل مع الريتنتيف تايمر او تستخدم معاه ولا تصلح ولا ينفع نستخدمها مع الاون والاوف. طيب يعني مثلا التايمر رقم 37 ده تايمر يشتغل مع الاون او الاوف عادي، يعني ممكن استخدم الرقم ده كتي اون او تي اوف، لكن ما اقدرش استخدم التايمر 37 ده مع الريتنتيف تايمر. الريتنتيف تايمر ممكن استخدم معاه تايمرات زي تي 5 تي 30 تي 1 تي 0 والحاجات دي. طيب ايه بقى في هنا حاجه اسمها التايم رينج اللي هي 1 ملي سكند و10 ملي سكند و100 ملي سكند. يعني ايه بقى التايم رينج؟ دلوقتي التايمر بيعد زمن ازاي في البي ال سي؟ التايمر بيجي له نبضات من البروسيسور، النبضات دي بتيجي بمعدل زمني ثابت، هو التايمر وظيفته في البي ال سي انه يعدها، يعمل لك كاونتنج. التايمر في البي ال سي سوفت وير مش هاردوير، مفيش حاجه يعني مفيش تايمر هاردوير جوه البي ال سي، هو فانكشن، هو انستراكشن، هو امر، هو سوفت وير بيعد زمن بطريقه معينه طبقا للفانكشن دي. طيب الفانكشن دي شغاله ازاي؟ في حاجه اسمها زي كلوك بالس او نبضه كده بتيجي من البروسيسور او نبضات يعني ورا بعض ليها معدل زمني ثابت او منتظم. النبضات دي التايمر بيعدها. طيب النبضات دي هتيجي بينها وبين كل نبضه وقت قد ايه؟ في بقى انواع، ممكن كل نبضه والثانيه يبقى الفرق الزمني بينها 1 ملي سكند، او يبقى الفرق الزمني بينها 10 ملي سكند، او يبقى الفرق الزمني او المعدل بتاعها 100 ملي سكند. طيب لو قلنا النبضه بتيجي كل 1 ملي سكند، فلو جاي لي 10 نبضات يبقى انا كده عديت زمن قد ايه؟ 10 في 1 ملي ب 10 ملي. طب جت لي 20 نبضه يبقى 20 ملي سكند. يبقى التايمر ده اللي هو التايم رينج بتاعه 1 ملي سكند، لما اظبطه على رقم 20 كبريست كقيمه ظبطته عليها، ال 20 دي تعني ايه؟ تعني ان هو هيعد 20 نبضه، والنبضه بكام؟ ب 1 ملي سكند، يبقى هيعد 20 ملي سكند. طب لو كان التايم رينج للتايمر 10 ملي سكند وظبطته على 20، اضرب ال 20 في ال 10 يبقى كام؟ 200 ملي سكند. طب لو كان التايمر 100 ملي سكند وظبطته على 20، اضرب ال 20 في ال 100 مللي، 20 في 100 ب 1000، 1000 مللي يعني 20 يعني 20 في 100 ب 2000 سوري 1000 2000 مللي يعني 2 سكند. وبالتالي انا عشان احدد الزمن بتاع التايمر زي المثال اللي جاي ده هنشوف دلوقتي التايمر بيترسم ازاي. ده تايمر اهو مثلا، رقم التايمر تي 37 تايمر اون ديلي،
التايمر ده 100 ملي سكند وانا ضبطه على 10، يبقى ده بيعد زمن كام؟ اضرب ال 10 دي في ال 100 بكام؟ ب 1000، 1000 ملي يعني 1 سكند، يبقى التايمر ده في الاخر بيعد 1 سكند. طيب لو كان التايمر ده كان 10 ملي مش 100 ملي، هيبقى بيعد 100 ملي سكند، يبقى 10 في 10 ب 100 يبقى 100 ملي. طب لو كان 1 ملي، 1 ملي في 10 يبقى 10 ملي سكند. يبقى عشان اعرف التايم اللي التايمر بيعده قد ايه، بضرب البي تي اللي هو البري سيت تايم اللي انا كاتبه او هكتبه للتايمر، بضربه في الرقم اللي مكتوب جوه التايمر عشان اعرف الزمن اللي هو يعده كام بالضبط. معايا يا شباب؟ سامعني؟ ايوه يا دكتور. فهمتوا الحته دي؟ ان في ثلاث انواع من التايمرات، حاجه اسمها 1 ملي و10 ملي و100 ملي. انا عشان استخدم تايمر 1 ملي باخد ارقام معينه زي مثلا تايمر 32 و 96 لو كنت اشتغل اون ديلي او اوف ديلي. لو عايز تايمر 10 ملي هستخدم رقم من الارقام دي من اول تي 33 لحد تي 36 او من تي 93 لتي 100. لو هستخدم تايمر 100 ملي هستخدم رقم الارقام دي من تي 33 ل 63 او من 101 ل 255. طيب لو عايز اشتغل تايمر ريتنتيف، ولسه هنشرح التايمر ده بيعمل ايه، لسه هنجي له ونشرحه بالتفصيل. تايمر ريتنتيف ده عايز اشتغله اشتغل بيه في تطبيق معين، لو عايزه 100 ملي سكند ابدا من اول تي 5، اخد تي 5 او تي 6 7 8 لحد تي 31 او من تي 69 لحد 95. لو عايز اشتغل 10 ملي سكند اخد ارقام من دي، او 1 ملي سكند اخد رقم يا اما تي 0 يا اما تي 64. الارقام دي احنا محتاجين نحفظها؟ لا، دي موجوده اصلا في الهيلب وموجوده في المانيوال وموجوده كده كده في السوفت وير نفسه، اقول لكم موجوده ازاي، يعني مش تحفظ اي حاجه. طيب بس انت لو خدت تايمر 37 لتايمر ريتنتيف مش هينفع، هيبقى ايرور، البرنامج مش هيقبل ده منك. ده يشتغل فقط. دكتور عندي اتفضل. هي الارقام اللي هي اللي في النص اللي هي 32.767 ده اقصى حاجه اقدر اديها للتايمر ولا ايه؟ مش اقصى وقت. ليه بقى؟ هقول لك الحته دي، ده سؤال جميل قوي. التايمر كميموري حجمها وورد، يعني الميموري تخسر التايمر حجمها وورد. وورد يعني كام بت؟ يعني 16 بت. الموست سيجنيفيكانت بت اللي هي اخر خانه على الشمال دي تستخدم للاشاره ساين بت. يبقى كده اخر خانه في الريجستر في الوورد تستخدم للساين للاشاره. انا عارف ان التايمر او التايم بشكل عام ما فيش موجب وسالب في التايم، لكن هو بشكل عام في سيمنز في حاجه اسمها ساين ريجستر وان ساين ريجستر. فلما يكون الريجستر ده فيه خانه خاصه بالاشاره فهي اوريدي محجوزه للاشاره، وبتكون الخانه الاخيره او الخانه رقم 16 هي اخر خانه في البورد. وبالتالي بقى لك كام خانه في البورد دي؟ انت عندك 16 بت، في 1 بت انتهت للساين، فبقى لك كام بت؟ 15. طب لو انت عندك 15 بت، اقصى رقم تخزنه في ال 15 بت ايه؟ النمله كل بت بواحد، يعني احط 15 واحد جنب بعض ديجيتال او ديسيمال او سكريت يعني. طيب 15 واحد باينري جنب بعض يساوي كام ديسيمال؟ حد عارف؟ لو انت عندك رقم باينري عباره عن 1 1 1 1 1 لحد الاخر، المفروض هتبقى 2 باور 15 ماينس 1. بالظبط كده، 2 باور 15 ماينس 1 اللي هو كام بقى؟ اللي هو 32767. 32767. طيب الرقم ده هو اقصى رقم ينفع اكتبه للتايمر. يعني ايه؟ يعني بص معايا في المثال ده اكبر رقم ينفع اكتبه هنا بره في البي تي كام؟ اقصى حاجه ينفع اكتبها 32767. طب لو زودت واحد على الرقم ده هيبقى ايرور، مش هيقبله، لان ده اقصى حاجه ينفع تحطها في الميموري اللي هي حجمها وورد اللي هي خاصه بالتايمر. طيب الرقم ده معناه ايه؟ معناه كام ثانيه؟ لا، ده يرجع بقى ايه؟ يرجع للتايم رينج. لو كان التايم رينج 100 ملي سكند هضرب الرقم ده في 100 ملي. 100 ملي يعني 1 من 10 هي صح؟ يعني 100 ملي سكند يعني 0.1 سكند. وبالتالي لما اضرب الرقم ده في 100 ملي سكند يعني اقسمه على 10 يطلع الرقم ده، يطلع 3276.7 من 10 ثانيه. فده اقصى زمن ممكن يعده التايمر ده هو 100 ملي. يبقى التايمر 100 ملي اقصى تايم ممكن يعده ايه؟ 3276.7 من 10 ثانيه. طب لو كان التايمر 10 ملي هتلاقي اقصى حاجه يعدها 327 ثانيه، اقصى حاجه ممكن يعدها، لان اقصى رقم ينفع اضبطه عليه هيبقى الرقم ده. طب ولو كان 1 ملي اقصى حاجه يقدر يعدها 32 ثانيه و.767. يبقى ده اقصى زمن ممكن التايمر يعده. طبعا هنا في اشكاليه او في مشكله لو الناس مركزه هتاخد بالها منها. هل الرقم ده اللي هو 3276 ثانيه يعني 1 اور ولا اقل ولا اكتر؟
يعني لو عايز عد ساعة 1 اور الساعة أقل يا دكتور أقل. الساعة كام؟ الساعة فيها 60 دقيقة و 60 دقيقة فيها 60 ثانية، لو ضرب 60 في 60 هيبقى ايه؟ 3600. اضرب بقى كمان في 10 عشان ده 100 ملي هيبقى كام؟ 36000. يبقى انت محتاج 36000 او محتاج 3600 ثانية عشان تعد الساعة، ده 3200 بالتالي مش هقدر يعد ساعة. يعني التايمر عندك في سيم ما يقدرش يعد 1 اور بشكل كامل كده 1 شوت، ما يقدرش لان الابر ليميت لي اقل من ساعه. طب دي مشكله؟ مشكله شويه في سيمنز 200 ان ما ينفعش تايمر يعد ساعه، دي مشكله. طب بنعمل ايه لو احنا عايزين نخلي تايمر يعد ساعه؟ بضبط التايمر على نص ساعه ولما يخلص اخليه يشغل تايمر بعديه نص ساعه كمان تايمر تاني بيسلمه يعني كاسكيد ورا بعض، وبالتالي هما الاثنين عدوا كام؟ عدوا ساعه 1 اور. حد فاهم حاجه؟ تمام يا دكتور. يبقى انا بخلي تايمر يعد نص ساعه 30 دقيقه، بكتب له 18000 واخلي التايمر اللي بعديه يعد نص ساعه تانية بعد ما ده يخلص فيعد هما الاثنين مع بعض ساعه. وفي حل تاني احسن من ده بكتير، نقدر اعد اي زمن بتايمر واحد. اي زمن ازاي؟ بستخدم بقى تايمر مع كاونتر، بس دي لسه هنشرحها لما نشرح الكاونتر. يعني بجيب تايمر واظبطه على نص ساعه مثلا، وكل ما يخلص عد التايمر ده يدي نبضه للكاونتر فالكاونتر يعد واحد، وخلي التايمر يلفت نفسه ويعد من جديد نص ساعه من جديد، وبالتالي كل ما يخلص تايمر عد نص ساعه يدي اشاره للكاونتر فيعد 1 2 3 4 الكاونتر، وبالتالي كل عدى من الكاونتر هنا بكام؟ بنص ساعه. لو الكاونتر عدى 100 عدى، 100 عدى معناها 50 ساعه 50 اور. بكام تايمر انت عد الكلام ده؟ بتايمر واحد بس وظفت معاه كاونتر، ده هنشوفه لما ناخد الكاونتر الكلام ده. فاقدر اعد دكتور هو الريتنتيف تايمر واحنا شرحناه قبل كده ولا لسه هتشرح؟ ولا تايمر مش هشرحه، لسه هشرح كلهم بالتفصيل من جديد. تمام اوكي. ده في البي سي لسه من الاول مره. تمام ماشي. انا بس اللي بتكلم فيه دلوقتي مقدمه عن التايمرات، ان في حاجه اسمها التايمر رينج، في حاجه اسمها التايمر نمبر او رقم التايمر، في حاجه اسمها التايمر ميموري بتكلم على ان حجمها 1 وورد وان في 1 بت للساين فبقى 15 بت، وان اقصى تايم ممكن يعد تايمر هو الرقم المكتوب على يمين الرقم يعني جنب التايم رينج ده اللي هو الارقام دي. لكن لسه هبدا دلوقتي اشرح الاوندري تايمر اللي هو اول نوع بقى دلوقتي. التايمر الاوندلي ده كنا اشتغلنا بيه في الكلاس كنترول وخدنا يعني تطبيقات عليه وشفناه. هو تايمر بيستخدم تاخير التشغيل. ده شرح التايمر الاوندلي، وانا كنت شرحت حاجه زي كده في المحاضره اظن معاكم على في اللوجيك دايجرام او في الكلاس كنترول لو تفتكروا. الانبوت ده لما هيقفل هيدي سيجنال للتايمر، التايمر رقمه T37. التايمر ده مظبوط على رقم 10، 10 ده اللي هو البريست تايم، بي تي معناها بريست تايم. التايمر ده 100 ملي سكند، وبالتالي التايمر ده بيعد 1 سكند. لما اضرب الرقم ده في الرقم ده هعرف التايم اللي بيعده تايمر 1 سكند. التايمر ده واخد منه كونتاكت مفتوحه هنا بتشغل اوتبوت. طيب نشوف بقى التايمنج ديجرام. اول لما الانبوت اتقفل لايزر 0 التايمر بدا يعد اهو، بدا يعلى الكلام بيزيد فيه، بيعد 1 2 3 4 عمال يعد، بس السيجنال راحت قبل ما التايمر يخلص عد ويوصل للقيمه اللي مضبوط عليها اللي هي الخط الازرق ده اللي هو عباره عن دوت او نقط. فاول لما السيجنال تروح التايمر يحصل له ريسيت. طب ليه الاوتبوت ما اشتغلش؟ لان التايم السيجنال راحت قبل ما يخلص عد التايمر. طب لما التايمر لما الانبوت قفل تاني التايمر بدا يعد مره تانيه من جديد. طب لما التايمر وصل للقيمه اللي انا ضبطه عليها ومخلص عد 1 سكند الاوتبوت اشتغل. طيب هل التايمر هيكمل عد؟ ايوه هيكمل عد. طب لحد امتى؟ طول ما في اشاره واصله للتايمر اللي هو الاي 0 0. اول لما الاشاره تروح التايمر يحصل له ريسيت فيرست والاوتبوت يقف. لما الانبوت يجي مره ثانيه من جديد التايمر يعد مره ثانيه من جديد، ولما يخلص عد الاوتبوت يشتغل. طب هيعد لحد امتى؟ يقعد يعد 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 لحد لما الميموري تتملي. طب الميموري تتملي برقم قيمته كام؟ 32767 اقصى رقم ينفع يتخزن جواه اقصى رقم. طب لما يوصل الرقم ده يحصل ايه؟ هيرست؟ لا هيفضل ثابت عند الرقم ده مش هيعد اكتر من كده. طب امتى يرست؟ يرست لما اقطع عنه الاشاره. يبقى التايمر ده بيعد تصاعدي، لما يوصل للقيمه اللي ضبطه عليها بيشغل الاوتبوت، لو شلت عنه الاشاره قطعتها عنه بيرست، لو فضل يعد وانا مديله سيجنال وما شلتهاش عنه هيعد لحد اما الميموري تتملي. تتملي بكام؟ ب 32767 ويثبت عند الرقم ده ما يقدرش يعد اكتر منه عشان خلاص كده الميموري اتملت، بيحصل حاجه اسمها اوفر فلو. طب امتى يرست؟ لما اقطع عنه الاشاره يرست والاوتبوت يقف.
التايمر ده اسمه اون ديلي تايمر لانه تايمر بيستخدم لتاخير التشغيل. تايمر بيستخدم لتاخير ايه؟ التشغيل. سؤال اتفضل دكتور. ممكن سؤال؟ اتفضل. انا قلت الاول يا اتفضل. تمام. بقول لحضرتك يا دكتور دلوقتي حضرتك قلت ان انا لو عايز ازود بعمل كاسكيد وبتاع، فهو لما هيوصل لغايه اخر حاجه خالص هيقوم مرست ويقوم طالع تاني ولا ايه نظام؟ ما بيرستش، هو وصل للاخر وقف ثابت عند الرقم ده. امتى التايمر رست؟ لما قطع عن الاشاره. يعني التايمر امتى؟ لما قطع عن الاشاره. طب انا دلوقتي عايز اعد ساعه ومعايا تايمر نص ساعه، فعايز افضل مديله ومودي على كاونتر باتنين، فعايز الاشاره تفضل رايحه وبعد ما يجيب اخره ينزل للزيرو تاني ويقطع هو الاشاره الاوتبوت، ولما يوصل للثريشولد فاليو يقوم مطلع لي 1 تاني. فاهم قصدي؟ دلوقتي انا عايز اعد ساعه صح، هجيب تايمر واظبطه على نص ساعه خلاص كده، يعني هكتب هنا 18000 بدل 10. فالتايمر هيعد نص ساعه، لما خلص عد هاخد كونتاكت مفتوحه من التايمر بس ادخلها بقى على كاونتر على عداد، دي هرسم كاونتر في المكان ده مكان الكيو خلاص. الكاونتر هيعد ايه؟ هيعد واحد لما التايمر يقفل، دي هيكونتر هيعد واحد بعد نص ساعه خلاص. تمام. خلي بقى التايمر راست نفسه، واخد بالتايمر ده ريشه مقفوله منه هنا، منه هو كونتاكت مقفوله من التايمر هنا. التايمر لما خلص عد هيفتح ريشه دي، بس هيفتحها في السايكل التاليه مش نفس السايكل، لانها قبليه مش بعديه. تمام. فلما يفتحها التايمر ريست، يعني التايمر اول حاجه لما خلاص عد هيقفل دي الاول قبل ما يفتح الريشه اللي مقفوله اللي انا هحطها هنا، فيقفل دي يخلي مين يعد واحد الكاونتر. في السايكل اللي بعدها التايمر يفتح الريشه المقفوله اللي هنا بقى فيرست. تمام. في السايكل اللي بعدها ترجع دي مقفوله لان التايمر ريست، فيعد من جديد نص ساعه ثانيه. يخلص عد واحد وهكذا. فبقدر اعد كل نص ساعه بعد عدى من الكاونتر، وبالتالي لما الكاونتر يعد على 2 كده عدى ساعه، اقدر بقى اخد الريشه بتاعه الكاونتر اشغل بيها او بتعمل بيها اي حاجه. تمام. السؤال الثاني. ايوه يا دكتور، هو المفروض ان انا ظابط التايمر دوت ان هو يعد ثانيه صح؟ بالظبط. اه ثانيه. طيب ليه بقى لما فضلت مديله كهرباء او موصله سيجنال يعني فضل مكمل عد لحد لما جاب اخره؟ طب ما ده طبيعي، ما طول ما انت مدي له اشاره هو بيكمل عد زي ما حصل هنا كده في الحاله الاولى. هو هنا عند 1 سكند الاوت شغل صح. طب بعد ال 1 سكند ايه اللي حصل؟ ما هو مكمل عد اهو لحد لما انت قطعت الاشاره رست. طب انت لو ما قطعتش الاشاره يعني لم تقطع السيجنال عنه، فضلت مدي له سيجنال، الانبوت فضل مقفول، هيفضل يعد 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 لحد ما يوصل. يعني تمام، يعني هو بعد ما بيخلص العد بتاعه بيغير كل الكونتاكت كونتاكت بتاعته، انما هو مش بيوقف نفسه، مش بيوقف العد. العد بيكمل عد. وهي حاجه واحده اللي تخليه راسب، ايه هي؟ نقطع عنه الاشاره. خلاص تمام. يعني لو قطعت عنه السيجنال هيرجع من الاول خالص بقى. يرست يحصل له ريست. ماشي. زي ما حصل لما تم قطع السيجنال عنه رست وبدا يعد من جديد لما جت تاني. هنا لما تم قطع السيجنال عنه رست وبدا يعد من جديد لما السيجنال جت تاني. اللي بيخليه يحصل له ريسيت ان اقطع عنده سيجنال او الاشاره، افتح المسار بتاعه. طيب تمام. التايمر ده احنا كنا خدناه قبل كده في الكلاسيك كنترول، هو نفس الاوبريشن، ما فيش حاجه فيه مختلفه ولا جديده. فده المفروض انتوا عارفين التايمر ده واتعاملتوا معاه في الكلاسيك كنترول، هو زي اللي في خدتوه في الكلاسيك كنترول بس بقى في البي ال سي. ده سوفت وير مش هارد وير. طيب. ده شرح اخر للتايمر. دكتور ممكن سؤال معلش؟ وحضرتك كنت قلت ان انا بالكاونتر اقدر اعمل انليميتد يعني تايم زي ما انا عايز بقى طالما هستخدم كاونتر ممكن. بس لما ناخد الكاونتر يعني عشان بس فيها لا انا سؤال لوجيك بس، انا قصدي ان هو يعني انا بخسر 2 تايم يعني سايكل تايم في كل مره اللي هو على ما يبدا ياخد ال وانت هتبص على السكان سايكل او السكان تايم مقارنه بالتايم. انا قصدي لو هعد كتير يعني لو هعد مثلا بقى 20 ساعه 15 ساعه الكلام ده. السكان سايكل دي غير مؤثره اطلاقا لانها لا تعتبر قيمه مؤثره. بمعنى السكان تايم ده اللي انت بتقولها كل مره هخسره او هيضيع مني قيمته كام كسكند؟ يعني رقم بالمايكرو سكند، جزء من ملي مايكرو. طب بالنانو كمان، فتعال نقول ان هو بالمايكرو سكند. نقول مثلا وليكن 1 مايكرو سكند، وانا لو بعد ساعه 1 مايكرو سكند بالنسبه لساعه مؤثره؟ لا خالص. طب هل المايكرو سكندز او السكان سايكل دي فاريبل مع طول واسر البرنامج؟ بيتغير مع سرعه البروسيسور،
تغير مع حجم البرنامج وحجم الميموري اللي في البي ال سي، بس ان جنرال هي فيري فيري سمول تايم نيجليجبل يعني بالنسبه لي مؤثر. اوكي شكرا. سيمنز 1200 اللي كنت كلمتكم عنها في محاضره سابقه قبل كده اللي هي الابديت بتاع سيمنز 200، الميموري فيها بقى 16 سوري الميموري فيها بقت دبل وورد 32 بت، فبقت بتعد بالساعات. يعني يعني المشكله دي مش موجوده في 1200، يعني في سيمنز 1200 الميموري اوريدي جواها بتقدر تسيب لها مثلا عد 5 اور او 10 اور او 100 اور يعد عادي تايمر واحد من غير ما اعمل القصه دي. تمام، يعني سيمنز 1200 بقى تقدر تعد فيها اي زمن انت عايزه، مش لازم بقى تعمل تايمر وكاونتر والكلام ده. وبالتالي شركه سيمنز عملت حلول للمشاكل دي في الابديت فيرجن الجديد بتاعها. طيب ده شرح نفس التايمر، هو نفس المثال اللي فات بس بشرحه بطريقه ثانيه مختلفه. هنا تايمر سير 7 برضه وضبطه على 50 والرقم هنا 100 ملي سكند. حد يقدر يقول لي الزمن هنا كام ثانيه؟ التايمر ده بيعد كام ثانيه اللي في البرنامج ده؟ 5 ثواني. طب عرفنا منين؟ ضربنا 50% 5000 ملي يعني 5 ثواني. تمام؟ طيب هنا الاشاره لما في الاول ال 2 سكند دول ايه اللي حصل؟ مفيش سيجنال، فبالتالي التايمر ما بيعدش والاوتبوت مش شغال. طيب السيجنال هنا كانت كام ثانيه؟ يعني الانبوت هي في كام ثانيه؟ 12 ثانيه. اول 5 ثواني التايمر كان لسه بيعد، فبالتالي الاوتبوت لسه ما اشتغلش. طب لما التايمر خلاص عد راح مغير الكونتاكت وشغل الاوتبوت، فالاوتبوت اشتغل. خلال السبع ثواني دول حد يرد عليا، التايمر بيعد ولا توقف عن العد؟ بيعد يا دكتور. بيعد عشان لسه مديله سيجنال. بالظبط كده. ولما الاشاره تم قطعها عنه حصل ريسيت والاوتبوت وقف. طيب حد بقى يقول لي ليه في الثلاث ثواني دول مفيش اوتبوت ظهر تحتيهم الثلاث ثواني دول؟ ليه مفيش خارج ظهر؟ علشان لازم خمس ثواني. بالظبط، التايم بتاع التايمر 5 ثواني، فالسيجنال دي غير كافيه ان التايمر يخلص عد، فبالتالي التايمر ما اشتغل. يعني هو عد 3 ثواني لكن ما غيرش الكونتاكت لانه الاشاره راحت قبل ما ينتهي العد بتاعه، وبالتالي التايمر رست من غير ما يكمل عد. هو التايمر كان بيعد 3 ثواني لكن رست بقى زيرو. طب ليه مفيش اوتبوت ظهر او اشتغل؟ عشان الزمن ده غير كافي او الزمن ده اقل من البريست تايم. في اي سؤال في البرنامج ده او التايمر ده؟ طبعا ده اكزامبل بيوضح الاوندري تايم. الاكزامبل ده مين يشرح؟ انا تعبت من الكلام بقى، عايز حد يشرح. اطلب المستحيل. مين هيشرح؟ يعني دكتور، هو دلوقتي انا دخلت الانبوت فشغل تايمرين مع بعض، واحد بيشتغل 5 ثواني او واحد يعني بيطلع اوتبوت بعد 5 ثواني وواحد بيطلع اوتبوت بعد 10 ثواني. اسمك ايه اللي بيتكلم؟ انا عمر. عمر ايه؟ عمر مصطفى. طيب بص يا باشمهندس عمر، الاول التايمنج جرام ده هنعتبر هو ده المطلوب، فاشرح لي التايمنج جرام ايه المطلوب، ايه المطلوب تنفيذه. خلاص تمام، هو دلوقتي دخل انبوت وفضل شغال لوقت كبير جدا، والانبوت ده شغل موتور اسمه كيو 0.0. تمام، وبعد كده بعد 5 ثواني موتور تاني اللي هو موتور 2 ده اشتغل. تمام، وبعد ثواني موتور 3 اشتغل. تمام، ولما السيجنال راحت كله قفل. بالظبط، خلاص ده كده، ده كده المطلوب. ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله؟ عايزين نعمل برنامج ينفذ الاوبريشن ده. نتكلم بقى عن البرنامج، هل البرنامج ده مظبوط ولا فيه مشاكل؟ صحيح يعني ولا فيه اخطاء؟ لا مظبوط. اشرحوا لنا بقى. تمام، هو الانبوت هيخش، اول ما هيخش هيشغل موتور كيو 0.0. تمام، وهيبتدي يخلي التايمرين يعدوا. تمام، واحد مظبوط على 5 ثواني وواحد مظبوط على 10 ثواني. بالظبط كده، صح. فال 5 ثواني ده اول ما يخلص عد هيروح تحت مشغل كيو 0.1. تمام، 10 ثواني لما يخلص عد هيشغل 0.2. مظبوط، فبالتالي ده هيشتغل بعد 10 ثواني، ده بعد 5 ثواني. ولما سيجنال تروح بتاعت الانبوت التايمرين هيريستوا وكيو 0.0 هيفصل. الله عليك، زي الفل، الراجل ده بيتكلم كلام يعني 100 100. شكرا يا باشمهندس عمر. عايزين بقى حد تاني غير عمر يشرح بقى البرنامج ده. هو نفس البرنامج بس انا غيرت حاجه في اللادر دايجرام، مش عارف هتطور منها ولا لا. مان لها نفس الاوبريشن، خد بالك هو. حد بقى غير عمر يخش يتكلم. هي بالظبط، بس انا خليت يعني اللي قبله حد خد بالك، خليت التايمرز كاسكيدد، يعني خليت واحد يخلص يشغل اللي بعده. مين اللي بيتكلم؟ مصطفى. مصطفى ايه؟ محمد. مصطفى محمد. ماشي، زي الفل.
انا خدت كونتاكت من التايمر الاون ديلي ده، خدت كونتاكت مفتوحه منه قبل التايمر الثاني، وبالتالي التايمر 38 مش هيبدا يعد الا لما التايمر 37 خلاص عد الاول، يعني عشان ده يعد لازم دي تكون مقفوله، فالاول ده هيعد 5 ثواني، ولما يخلص عد يقفل دي فده يعد بعدين، وكده بقى مكسكيلد، ده بيخلص ده بعدين، عشان كده التايمر الثاني ضغطه على 5 مش على 10، لانه هيعد بعد الخمسه الاولانيين، وبالتالي التايمر ده هيشتغل بعد 10 ثواني من الانبوت. ليه؟ الانبوت هيقفل لما ده يعد 5 ثواني الاول، ولما خلص عد يقفل دي فده يعد 5 ثانيين بعد الخمسه الاولانيين، فكده يعد ايه 10. وبالتالي الكيو 0 مفيش اي تايم ديلي في تشغيل الايقاف، بشغله طول مع الانبوت. الكيو 01 بشغله بكونتاكت مفتوحه من تي 37 اللي بيعد 5 ثواني عشان ياخر تشغيل 5 ثواني. اما الكيو 02 بشغله من كونتاكت من تي 38 اللي بيأخر تشغيله 10 ثواني، 5 ثواني هو يعدهم و5 ثواني هيتاخرهم في التشغيل نتيجه 37. تمام، ولا حد عنده اي سؤال في المشروع ده او البرنامج ده؟ اي سؤال يا شباب؟ تمام يا دكتور. منها ايش؟ هو في اي ادفانتج للموضوع ده، ولا هي مجرد يعني طريقه ثانيه؟ ايوه ده اللي انا عايز اوضحه، ان في كذا حل او في كذا طريقه للبرنامج، يعني احنا مش ما ينفعش نبقى حفيظه، احنا لازم نفهم ان في كذا برنامج ممكن نعمله ننفذ نفس الاوبريشن، وده اللي كنت بتكلم عنه في اول المحاضره النهارده وانا بتكلم معاكم، ان انا ممكن اديك التايم ديجرام ده جيفن انبوت واوتبوت واقول لك اعمل لي لادر ديجرام ينفذه، فما يبقاش انتوا كل دفعه عاملين نفس الحل، يبقى كده في حاجه يعني ايه شويه غريبه، يعني في توارد خاطر رهيب بينكم، يعني ممكن يطلع عندنا 10 حلول مختلفين وكلهم صح، فاهمين قصدي؟ ان عندي كذا حل، الحلول بقى المختلفه يتوقف على ايه؟ كل واحد ممكن بقى يستخدم امر مختلف، يستخدم تكنيك مختلف في البرمجه، يقدم حاجه قبل حاجه، يعمل حاجه مكان حاجه، كل الحاجات دي. طيب واخدين بالكم ان الاوبريشن هو برده ما اتغيرش، بس البرنامج اختلف. اللي اشرح لي البرنامج ده بقى انا هاخد اسمه واحطه عندي في لوحه الشرف، بس هديكم وقتكم طبعا. ممكن اشرح يا دكتور؟ مين؟ عمر برضه. عمر ايه؟ مصطفى حسني. وبعدين بقى مفيش غيرك يعني ولا ايه يا جدعان؟ من في الناس المتميزه في الجروب، مفيش حد ولا حد عايز يحاول؟ طبعا انا المحاضره كانت معاكم بقى لها فتره طويله صح؟ انا بعت لكم البي دي اف بتاع المحاضره من فتره طويله عندكم على الجروب، فيعني كنت ببص فيه شوفوا. طيب اتفضل يا عمر اشرح. هو دلوقتي الانبوت، يعني اشرح الجراف الاول ولا اشرح ال نفس الاوبريشن؟ الجراف هو ماشي. ماشي بقى البرنامج. تمام ماشي. هو الانبوت اول ما يخش اول حاجه هيعملها ان هو هيشغل موتور 1 بالظبط، هيشغل التايمر. تمام فلما موتور 1 اولا لما الانبوت ده طول ما هو شغال هيقفل اللي هم اللي تحت اللي هو اي 0.0 واي 0.0 اللي هم دول. تمام بالظبط كده. وبعد كده التايمر ده هيبتدي يعد، ولما يعد الخمس ثواني اللي هو مظبوط عليهم هيروح قافل تحت اللي هو تي ايوه مظبوطه دي ودي، ولما يقفل اللي تحت خالص دي هيروح ان هو كده خلاص المسار بقى مقفول، فموتور اللي هو موتور 2 ده هيشتغل اللي هو 0.2. لما قفل دي هل ده اشتغل؟ لا ده لسه ما اشتغلش. ليه؟ عشان كيو 0.1 دي كانت لسه مفتوحه. بالظبط كده، لان دي كانت مفتوحه، فبالتالي لما التايمر ده خلص عدى اول خمس ثواني دي قفلت ودي قفلت، بس المسار ده هو اللي اكتمل، فمين اللي اشتغل الاول؟ كيو 01. كيو 01 لما اشتغل هيعمل ايه؟ هيروح ملاتش على نفسه في السايكل اللي بعدها هيروح قافل دي وقافل دي في السايكل اللي بعدها. بالظبط قافل دي، بس هيكون ايه بقى اللي حصل؟ هيكون التايمر فوق عمل ريست. بالظبط كده، فدي بقت مفتوحه لان التايمر ريست، ودي بقت مقفوله لان كيو 01 اشتغل، فبالتالي برضه لسه ما اشتغلش. بالظبط شغال ولا عامل لاتش لحد ما التايمر يعد خمس ثواني تانيين فيروح قافل دي. مظبوط دي مقفوله فيشتغل كيو 02 فيشتغل بعد كام ثانيه؟ بعد 10 ثواني. 10 ثواني. ميزه في البرنامج ده حد واخد باله منها؟ انا استخدمت تايمر واحد. بالظبط دي ميزه. قدرت اعمل نفس الاوبريشن او قدرت اعمل المطلوب بتايمر واحد. بنيت الحل على ايه؟ حد واخد باله؟ على الترتيب. يعني النتورك 2 لازم تكون مكانها هنا، ما اقدرش احطها مكان ثلاثه، وثلاثه مكانها هنا، ما اقدرش اجيبها مكان اثنين، هيبقى في خطا لو ده حصل، يعني الترتيب لازم يكون كده.
ترتيب اللادر دياجرام لازم يكون بالترتيب ده، ما ينفعش اغير ترتيب البرنامج، لو غيرت ترتيب البرنامج هيبقى فيه مشكله. معايا يا شباب؟ معاك. يعني البرنامج ده مبني على الترتيب اللادر دياجرام، فترتيب البرنامج او اللادر دياجرام في كتير من الاحيان بيكون مهم ولازم اخد بالي منه، وما ينفعش اغير ترتيب في احيان كتير. ده مثال كويس بيوضح لكم اهميه ترتيب اللادر دياجرام او تاثير الترتيب على الاوبريشن. خد بالك انا كان ممكن اجيب لك البرنامج ده جيفن بس كده حضرتك لما اتفضل حد بيسال. كده حضرتك لما تيجي توقف يا دكتور، يعني المفروض Q01 وQ02 عمرهم ما هيوقفوا كده صح؟ متاكد يا راجل؟ امال دول ايه؟ مش واخد بالك من دول ولا ايه؟ انا قصدي لما التايمر يقف مش هو اللي هيبقى مسؤول ان هم يوقفوا صح؟ لا، اللي هيوقف الكيو 0201 الاي 00 هيفتح هنا وهنا، الاي هيفتح هنا وهيفتح هنا ويفتح هنا، فكله يقف. ايوه تمام. بس هو ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. هو المفروض ان دلوقتي لما كيو 01 اشتغل المفروض يعني اللي احنا متعودين عليه ان هو في لحظتها بيقوم قافل الكونتاكت بتاعه اللي تحت فيعمل لاتش على نفسه. لا يقوم برضه قافل الكونتاكت اللي فوق. مين بيتكلم؟ الو مين بيتكلم؟ ايوه مصطفى. مصطفى محمد. طيب الكونتاكت دي يا درش قبل الكويل ولا بعديه؟ الكونتاكت دي قبل الكويل ولا بعديه؟ قبل الكويل بالظبط، فمش هغيرها في نفس السايكل اللي اشتغل فيها في السايكل التالي. يعني ده لما اشتغل ما قفلش دي، هيقفلها في السايكل التالي. يعني هيستنى يوم يلوب على الكود من الاول خالص وبعدين يقفلها. بالظبط كده. هتقولي طب ما هو لما هيعمل سايكل ثانيه هيكون بقى التايمر ريست. ايوه بالظبط، في نفس اللحظه اللي التايمر ريست دي هتكون قفلت، فبالتالي ما فضل شغال ما فصلش يعني. تمام دكتور. حضرتك كنت قايل ان الترتيب ليه يعني مهم هنا، وانا هيحصل ايه لو بدلت نتورك 3 مكان نتورك 2؟ بس عشان مش شايف فيها مشكله. لا هيبقى في مشكله، هتبقى الكونتاكت دي كده بعد الكويل ده، فكده دول هيشتغلوا مع بعض، يعني كيو 01 و 02 هيشتغلوا مع بعض. خلاص هيبقى في مشكله، ده مش هيتاخر 10 هيتاخر 5 بس، هيشتغلوا مع بعض. يعني هيبقى كيو 02 وكيو 01 هيشتغلوا مع بعض. كنت عايز اقول ايه نسيت. انتوا ممكن تتاكدوا من كلامي ان انت تجرب الكلام ده على سيميليشن. يعني انت ممكن، مين قالك ان الكلام ده صح؟ ممكن يكون الكلام ده مش مظبوط. جربه على سيميليشن وشوف. يعني ممكن تكتب البرنامج ده وتجربه وتشوف هل بينفذ الكلام ده ولا لا. تمام، ولو انت عندك اي تعديل في البرنامج عدل وجرب شوف هيبقى صح ولا غلط. فده برضو يديك فرصه انك تجرب برامج تانية غير دي. ماشي يا شباب، التجارب مهمه قوي على فكره. دكتور معلش انا عندي سؤال تاني كده معلش. اتفضل دكتور. هتسمعني؟ سامعك. اتفضل. انا في لقطه اللي هي نتورك 3 دي اللي هو اول سكان لما يقفل يقفل التايمر ويشغل كيو 01، حضرتك قلت اللاتش اللي تحت مش هيشتغل في السكان سايكل دي، هيشتغل في اللي بعديها. تمام. صح. طب هو لما يشتغل بقى في اللي بعديها الموتور هيلحق يبقى شغال واللاتش يجي عليه ولا مش واخد بالي؟ يبقى شغال. ايه اللي هيفصله؟ ما هو في السايكل بعديها التايمر هيفصل، يعني هو في نفس السايكل اللي اللاتش هيشتغل التايمر هيفصل. فمين اللي هيلحق بقى اللي قبل الثاني يشتغل معاه؟ بيحصل في نفس اللحظه دي بتفتح دي بتقفل في نفس اللحظه، فبالتالي السيجنال الموتور ما بيلحقش يتاثر بقفل اللي بتاع دي قبل ما يفتح. ما وقفش ولا ثانيه ولا لحظه، فضل شغال. هنا بقى ده انا هشرحه عشان ده هنا هناخد امر جديد. ده نفس الاوبريشن، خد بالك نفس السيكونس برضه، ثلاث مواتير بيشتغلوا بالسيكونس ده وشغالين في تايمر واحد. بس هنا بقى في امر جديد بشرحه لاول مره اللي هو امر الكومبير، امر المقارنه. انا هنا هستغل ميزه ان التايمر بيكمل عد، يعني انا ضبطه على 50 اللي هي 5 ثواني بس التايمر هيكمل عد. فلما التايمر يوصل يعد الخمس ثواني هيقفل دي ويشغل كيو 0 كيو 01. طيب هنا ده امر كومبير، امر مقارنه، بقارن التايمر برقم 100. 100 دي معناها كام ثانيه؟ معناها 10 ثواني. فلما التايمر تكون القيمه اللي فيه جريتر ذان اور ايكوال 100 او 100 الكيو 02 يشتغل. وبالتالي امر المقارنه ده انا بقارن حاجتين ببعض، اقارن التايمر كادرس او كميموري برقم ثابت اللي هو 100. شرط المقارنه هنا جريتر ذان اور ايكوال. لما شرط المقارنه يتحقق الاوتبوت ده يشتغل، لو شرط المقارنه مش متحقق فالمسار مفتوح والاوتبوت ده مش شغال.
يبقى في امر بناخده جديد اسمه امر كومبير، امر مقارنه، ممكن استخدمه مع الكاونتر وممكن استخدمه مع التايمر. امر الكومبير ده امر مهم، اللي هنا بيستخدمه مع ايه؟ مع الـ مع الـ مع التايمر. الكومبير دي ممكن يكون الايه شارت اللي مكتوب او الكونديشن ايه اللي مكتوب، greater than or equal، smaller than or equal، equal not equal، greater than، less than او smaller than. دي كلها شروط اللي ممكن اكتبها جوه. هتلاحظ ان في حرف اي مكتوب، الاي ده معناه انتجر، ولان في مقارنات من نوع ثانيه زي البايت وزي الدبل وورد وزي الرير نمبر والسترنج، بس احنا هنشتغل في الكورتا بالانتجر فقط لان التايمر والكاونتر بيعدوا ارقام صحيحه. ف امتى الاوتبوت كيزر يشتغل؟ لما الكونديشن ده يتحقق. طب ايه الكونديشن ده او ايه الشرط ده؟ ان يكون التايمر القيمه اللي موجوده جواه كميموري كاكيوميليشن وورد اكبر من او تساوي الرقم ده اللي هو 100. 100 ده يعني ايه؟ يعني 10 ثواني. تمام يا شباب؟ معايا؟ وبالتالي هنا التايمر ده هتجي له اشاره، اول لما تجي له اشاره الكيو 00 يشتغل، هو يبدا يعد، بعد 5 ثواني يشغل كيو 01. بس هيكمل عد، لما يعد بقى يوصل ل 10 الكيو 02 يشتغل. هنا استغليت ان التايمر بيكمل عد. سامعين يا شباب ولا لا؟ اه تمام يا دكتور. بسؤال للناس اللي سامعاني وشاطره، لو التايمر ده مش 100 مللي، لو كان 10 مللي، لو كان 10 ايه؟ 10 مللي سكند، انا مختاره 10 مللي سكند، وعايزه يعد 5 ثواني، اضغطه على كام؟ البي تي يبقى كام؟ 500. طب في المقارنه هنا اكتب ايه؟ اقارن التايمر بكام؟ 1000. صح كده، مظبوط، لان ال 1000 هنا هتبقى معناها 10 ثواني. يعني في الاخر انا ببص على التايمر بيعد كام وبقارنه بالرقم اللي اللي هو جواه اللي يكافئ الزمن اللي انا عايزه. فاهمينها دي ولا لا يا شباب؟ بس عندي سؤال. هو انا كده معناه ان انا لو انا يعني بستخدم كذا مثلا موتور بشغله في اوقات مختلفه مش محتاج تايمر، انا دايما كده اقدر استخدم تايمر واحد بس، مجموعه كومبير وخلاص على كده. ده كمان ممكن اقول لك حاجه، لو عايز الاوتبوت يشتغل من وقت لوقت معين، يعني يشتغل مثلا من اول 5 لحد مثلا يشتغل 5 ويقف بعد كده يكملش، يعني عايز الاوتبوت ده يشتغل 5 ويقف، يعني يتاخر تشغيله 5 ويشتغل 5 ثواني ويقف ما يكملش، اقدر اعمل ده بالكمبير. واخد بالك؟ حط واحده بقى اللي هو مثلا عند 200 بس نورمال كلوز. 200 ايه؟ ليه 200؟ لا يعني مثلا لو انا عايزه يشتغل مثلا من 10 ثواني ل 20 ثانيه مثلا، فتحت في نتورك 3 دي هحط واحده زيها نورمال كلوزد بس اظبطها على 200. بالظبط، يبقى من الى اللي هي ليميت، يعني اعمل له اكبر من كذا واصغر من كذا. صح، اجي اعمل مقارنه ثانيه هنا سيريز مع المقارنه دي، ويبقى كده انا عملت له حدود يشتغل فيها من الى. صح، يشتغل بدل من لما يكون القيمه اكبر من 100 اللي هي 10 ثواني واصغر من 200 اللي هي 20 ثانيه. مظبوط، ده لو كنت عايزه يشتغل من 10 ل 20. كلامك مظبوط. طب دكتور معلش، هو الامر بتاع كومبير ده في منه نورمالي اوبن نورمالي كلوز، ولا انا بعكس الاشاره بقى اخليها اكبر منه؟ هو انت بتاخد الشرط، يعني بدل اكبر منه تخليه اصغر منه او تخليه يساوي او لا يساوي او اي حاجه كده. وعندك حل ثاني اجمل من كده، ما انت ممكن تحط بعديه امر نوت. نوت بيعمل ايه؟ نوت هيعكس اللي طالع منه، لو هو 1 هيخليه زيرو. بالظبط كده، لو الشرط حقيقي يقلبه يخليه زيرو، لو كان 1 يخليه زيرو، زيرو يخليه 1 لو انت عايز يعني. لكن مفيش حاجه اسمها مقارنه نورمال كلوز، ده مش موجود. طيب شكرا. هو الميتنج هيقفل خلاص في خلال دقيقه، احنا فاضل لنا شويه حاجات بسيطه فممكن نقفل ونفتح ميتنج من جديد. ماشي ماشي يا شباب. ماشي يا دكتور، مع السلامه. كمل، مش هنفتح تاني. يلا سلام.